عندنا عبد الله جمعه الظهير الايسر لنادي الزمالك، اتعرض لاصابه في كاحل القدم خلال تدريبات الفريق النهارده وما قدرش يكمل التمرين، وهيخضع بكره لاختبار طبي قبل التدريب الاخير طبعا اللي هيتعمل على ملعب المباراه عشان يتحدد طبعا موقفه سواء بالمشاركه في مباراه جرماهيا او الخروج من حسابات الجهاز الفني. طيب ونروح لبعض.